بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة، أتوجه وأتمنى لمدراء المدارس والهيئات التدريسية من معلمين ومعلمات ومربيات روضات، لأهالي الطلاب وللجان الأهالي، للتلاميذ على اختلاف مراحلهم، للعاملين والعاملات، لكل من ساهم وما زال يساهم برفع الوعي الفكري والثقافي لأولادنا، تمام الصحة والعافية واستمرار العطاء. من منطلق المسؤولية الفردية والجماعية وكمرشح لرئاسة السلطة المحلية في قرية عسفيا، أولي موضوع التربية والتعليم أهمية كبرى وأضعه في سلم الأولويات لأهميته في خلق مجتمع راق منفتح تنمو فيه شخصية الفرد، فيكون الطالب في المركز كنقطة انطلاق نحو التقدم والعطاء والتغيير. للتربية والتعليم أهمية متعددة الأهداف والنتائج. ما من شك أن التعليم هو مفتاح التغيير وأساس التقدم للأمم والشعوب، فهو جوهر عملية التنمية ومحورها وقاعدة ارتكازها. فبالتربية والتعليم كما يصفها خبراء التنمية هي حجر الزاوية والأساس المتين لإحداث التغييرات الشاملة في كل مجالات الحياة، كونها أساس التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والعلمية. لا يمكن تحقيق كل ذلك دون التواصل والمشاركة بين السلطة المحلية مع مدراء المدارس والمعلمين والأهالي. لذا ارتأيت إن وفقني الله اختيار هيئة استشارية مؤهلة تقوم بالإشراف على منهاج التدريس ومواهب الطلاب والتعليم اللامنهجي في المدارس والمراكز الجماهيرية، وذلك بمشاركة الهيئات التدريسية من طواقم المعلمين والمدراء ولجان الطلاب والأهالي وكوادر من الأكاديميين أبناء القرية، راجيا من المولى عز وجل أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة للجميع من إنتاج وعطاء وتحصيل علمي. وكل عام وأنتم بألف خير.